اهلا وسهلا بكم من جديد، كل عام وجميع متابعين القناة بخير وصحة وسعادة، وكل عام وجميع شعوب العالم بخير وصحة وسعادة. حلقتنا النهاردة معاكم امام معلمين من اهم معالم اسكندرية القديمة، في منطقة من اجمل مناطق اسكندرية في الحي اللاتيني. المعلمين هما اسوار اسكندرية القديمة، الاسوار العربية، الاسوار الدفاعية، وحدائق البلدية أو جناين الشلالات، الجناين البحرية والجناين الإبلية. المعلمين في منطقة يعني بجوار أشهر شوارع اسكندرية، شارع قناة السويس، شارع السلطان حسين، شارع فؤاد، شارع أبو قير، باب شرقي، وبور المية، منطقة جميلة جدا في الأزاريطة. النهاردة هنحكي لكم قصة الأسوار الدفاعية، أسوار اسكندرية وجناين البلدية. في البداية احنا فين؟ احنا حاليا الكاميرا موجودة، ده شارع قناة السويس الفيصل ما بين منطقة الأزاريطة ومنطقة الشطبي. انا في ظهري كده الشطبي كان بشزار الإبراهامية، امامي شارع فؤاد، شارع سلطان حسين، محطة الرمل، محطة مصر المنشية، على يميني البحر شواطئ الشطبي، على شمالي منطقة محرم بيه وعبور المية وكارفور والطريق الصحراوي. ده نفق الشهيد عبد المنعم رياض، اسمه الرسمي نفق الشهيد عبد المنعم رياض، احنا بنقول عليه نفق قناة السويس. ده اللي خارج من اسكندرية مسافر بره اسكندرية، واللي داخل اسكندرية الحمد لله على السلامة لازم يمر اساسي من شارع قناة السويس، شارع رئيسي مدخل ومخرج اسكندرية للطريق الصحراوي والطريق الزراعي. انا كده امامي جناين الشلالات او حدائق الشلالات، كان اسمها زمان جناين البلدية. على اليمين الجنينة البحرية، وعلى الشمال الجنينة الإبلية، وفي المنتصف بيفصلهم شارع ابو قير. حدائق الشلالات وبقايا اسوار اسكندرية الاسوار العربية معالم تاريخية، الدخول ليها مجانا متاح للجميع. حدائق الشلالات يوجد بها أشجار معمرة، لأن الحدائق أنشأت من أكتر من 100 سنة. حدائق الشلالات كانت مساحتها في البداية لما كانت اسمها حدائق البلدية 40 فدان، 22 فدان يمين الجناين البحرية، و 18 فدان شمال الجناين الإبلية. صممت جناين الشلالات طبقا لفكر مخطط الحدائق الأمريكي فريدريك لو من أكتر من 100 سنة. حدائق الشلالات البحرية كانت تمتد إلى حاليا إلى ميدان الخرطوم أمام كلية الصيدلة حاليا وكلية الطب، والجناين الإبلية كانت تمتد إلى حاليا إلى شارع بلجيكا أو بوابات الاستاد، استاد اسكندرية، أمام مقام سيدي محمد الزهر. وزي ما الجناين كان اسمها جناين البلدية، الاستاد كان اسمه ملعب البلدية، استاد اسكندرية كان اسمه وقتها برضو ملعب البلدية. احنا كده امام بقايا اسوار اسكندرية الاسوار العربية بداخل جناين الشلالات. اسكندرية منذ ان دخلها اسكندر اكبر عام 330 قبل الميلاد، كانت المدينة تحاط بسور ضخم ذو ابراج وحصون وابواب، اهمها باب الشمس اللي هو في الشرق اللي هو حاليا مكانه تمثال اسكندر اكبر امام اسم باب الشرق، وباب الغرب عند كوم الناضورة، وباب البحر عند المرسب العباس حاليا، وباب الجنوب في كرموز عند عمود السواري. طبعا دي بحيرة البجعة وكزر البجعة زمان. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو، لان اللايك بيساعد على نشر الفيديو. ممكن احد المتابعين يسألني سؤال مهم جدا ويقول لي يا عادل، انت بتقول اللي دي بقايا السور العربي اللي اتبنى في عهد الدولة الطولونية، فين اسوار اللي اتبنت في عهد الاسكندر الاكبر وعهد الرومان؟ هقول لك يا سيدي ان اسوار اسكندرية على الارجح اتبنت في اخر عهد الاسكندر. البطالمة أتموا أسوار اسكندرية، أسوار المدينة، وجي بعدهم الرومان زادوا في تحصين الأسوار بالأبراج والطوابي، إلى أن جاء الفتح العربي لمصر على يد عمرو بن العاص سنة 641 ميلادية. دخل عمرو بن العاص اسكندرية بعد 11 شهر،
وكان هذا هو الفتح الأول للإسكندرية، تم صلحا بلا قتال. وبعد عزل سيدنا عمرو بن العاص عن ولاية مصر عاد الرومان وفاحتلوا إسكندرية في أواخر 645 ميلادية. وبعد كده نضب سيدنا عمرو بن العاص لقتال الروم مرة ثانية للمرة الثانية، ويقال إن سيدنا عمرو بن العاص عندما رأى أسوار إسكندرية حائلا أو سدا منيعا بينه وبين المدينة، يقال إن سيدنا عمرو بن العاص ندم إن ما هدش أسوار إسكندرية في الفتح الأول، وقال إن شاء الله لما ربنا يأذن بفتح إسكندرية المرة الثانية إن هو هيهدم أسوار إسكندرية. وبالفعل يقال إنه هدم جميع أسوار مدينة الإسكندرية. أما الأسوار أو بقايا الأسوار الموجودة حاليا في منطقة الشلالات، فمن الأرجح إنها بنيت في العصر الدولة الطولونية في منتصف القرن الثالث الهجري في عهد أحمد بن طولون. أما عن أسوار إسكندرية في العصر البطلمي وعصر الرومان، فمحمود حمدي باشا الفلكي أبرز الفلكيين في العصر الحديث، رائد العلم الفلك الأثري، ليه كتاب جميل جدا اسمه وصف مدينة الإسكندرية، بيذكر فيها وصف تفصيلي عن أسوار إسكندرية البطلمية والرومانية. الواضح من سقف الأبراج أو القلاع الخشبية النظام العربي أو النظام التركي في بناء الأسوار أو القلاع الحربية. احنا كده داخل الحصون، حصون الأسوار. طبعا كل مكان في السور ليه حامية، ليه مكان ليه وجود الجنود بالسهام وبالمعدات، دي فتحات طبعا للحراس بيكونوا موجودين فيها بأسلحتهم، بيكونوا طالين على خلف الأسوار. واضح الخشب، النظام التركي في بناء الحصون والأسوار الدفاعية. أنا مش متخصص أثار، لكن يعني على قد ما بقدر أنا بأوصف يعني. طبعا لو هتلاحظوا أن في ترميم في السور، نوعية الحجر، في فرق ما بين الحجر المرمم والحجر الأصلي. طبعا المعدن، الأبواب المعدنية، كل دوت شغل حديث. طبعا ما زلنا في منطقة الشلالات، الجنينة البحرية اللي فيها بقايا أسوار إسكندرية القديمة، أسوار إسكندرية العربية. أنا كده على شمالي شارع السلطان حسين الفراعنة، على يميني الشاطبي شارع قناة السويس، في وشي الأزاريطة شارع سوتر. طبعا ظاهر الترميم في الأحجار، أحجار دي أحجار مرممة. أنا كده هطلع فوق البرج، وطبعا وأنا طالع البرج ظاهر جناين الشلالات، الجناين البحرية. العمارة العالية اللي بتناطح السحاب دي اسمها عمارة أبو العينين في الأزاريطة في شارع السوتر. ده منظر الجنينة البحرية من فوق. تحت عمارة أبو العينين كده من ناحية الجنينة في بعثة آثار يونانية شغالة خلف طابية النحاسين. هنروح دلوقتي طابية النحاسين. دي طابية النحاسين بجوار بقايا أسوار إسكندرية وجنينة الشلالات. يوجد طابية النحاسين بيعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1840-1848 ميلادية في عصر محمد علي باشا. عرفت في البداية باسم قلعة مقابر اليهود الجديدة، ثم عرفت بعد ذلك
ثم عرفت بعد ذلك باسم طابية النحاسين، للناس استخدمت لصناعة الأدوات النحاسية في عصر عباس حلمي الأول، موجودة بجوار أسوار اسكندرية القديمة وجناين الشلالات. دي لقطة لجناين الشلالات البحرية من خلفها طابية النحاسين. قبل ما نروح الجنينة القبلية وبقايا الأسوار في الجنينة القبلية، حبيت أحطكم في الصورة دي صور سكرين شوت من فيلم طروادة أو حرب طروادة، لأشكال الأسوار الرومانية أو البطلمية أو الأسطورية في الفيلم، علشان اللي عاوز يتخيل الأسوار كان شكلها إزاي. ده أقرب صورة حبيت أوضحها لكم. الصورة دي واللي بعدها أقدم صورتين تم التقاطهم لباب رشيد أو باب القاهرة، والأسوار الطولونية اللي احنا صورنا بقاياها في الفيديو. الصور دي التقطت في القرن 19، ظاهر فيها باب رشيد أو باب القاهرة أو الباب الشرقي لأسوار اسكندرية العربية في القرن 19. احنا كده رحنا الجنينة القبلية وبقايا اسوار اسكندرية في الجنينة القبلية، ولكن ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو، لان اللايك بيساعد على نشر الفيديو كتير. احنا كده في الجنينة القبلية، جنينة الشلالات القبلية، وبقايا اسوار اسكندرية العربية في الجنينة القبلية. احب اوضح لحضراتكم لده شارع ابو قير. شارع ابو قير هو الفيصل ما بين الجنينة البحرية على اليمين والجنينة القبلية على الشمال. ده شارع ابو قير. انا كده في امامي او في وش شارع فؤاد، بلف كده انا كده. ده تمثال اسكندر الاكبر اللي كان مفروض هنا، ده فوق الحصان، ده اسكندر الاكبر. كان مفروض الباب الشرقي او باب رشيد او باب القاهرة موجود هنا. الصورة اللي حضراتكم شفتوها اللي التقطت في القرن 19 ده مكانها. ده تمثال اسكندر الاكبر على حصانه في شارع ابو قير. انا كده في ظهري وبور المية، محرم بيه طريق الصحراوي، امامي كده البحر الشاطبي الازاريطة. احنا حاليا في الجنينة، جنينة الشلالات القبلية. دي شجرة ام الشعور، احنا بنقول عليها في اسكندرية عندنا ام الشعور، هي شجرة معمرة من التين البنغالي، مشهورة عندنا باسم شجرة ام الشعور. شجرة عمرها اكتر من 100 سنة، موجودة في الجنينة القبلية. طبعا للأسف في ناس كتير بيمروا او بيعدوا جنب سور اسكندرية او جنينة الشلالات ما يعرفوش القيمة التاريخية للأسوار الموجودة او حتى تاريخ الجنينة. ده دي يافطة، اليافطة دي محطوطة بقالها فترة ان شاء الله يتم تطوير الجنينة، جنينة الشلالات، ان شاء الله للأحسن، علشان الناس ما تيجي تعلق تقول لي في ايه، في اهمال، في لا، ان شاء الله هيتم التطوير واليافطة موجودة. دي اسوار اسكندرية العربية في الجنينة القبلية للشلالات. انا كده امامي كده نادي الاولمبي، بابور المية، الحضرة البحرية والقبلية. في خلفي في ظهري شارع لويس لومومبا او شارع بلجيكا، استاد اسكندرية، مقام سيدي محمد الزهري. اما عن سبب تسمية الجنينة او الحدائق بجنينة الشلالات او حدائق الشلالات، هي في البداية كان اسمها حدائق البلدية او جنان البلدية، المقصود بها بلدية اسكندرية. يعني كان المية بتوصلها عن طريق ترعة اسمها ترعة الفرخة. ترعة الفرخة دي ترعة فرعية كانت بتاخد ميتها من ترعة المحمودية القديمة اللي اتردمت دلوقتي واصبحت طريق شريان الامل. ترعة المحمودية من عند كده كوبري محرم بيه عند شركة السجاير حاليا، كان فم ترعة الفرخة، وكانت المية بتوصل من ترعة الفرخة الى وبور المية وثم الى جناين البلدية. وبعد كده كانت المية بتعمل زي شلالات كده، مدرجات مية كده، فتسمت بعد كده باسم جناين الشلالات او حدائق الشلالات، شلالات المية يعني. وكان موجود في حدائق البلدية تمثال نبار باشا،
واتنقل حاليا في أوبرا اسكندرية أو مسرح السيد درويش. ترعت الفرخة اتردمت واصبحت الآن طريق قناة السويس أو شارع قناة السويس من أعلى تبة في الجنينة الإبلية، تبة عالية دي الجنينة الإبلية للشلالات جنان البلدية، على شمالها استاد البلدية أو استاد اسكندرية، خلفنا نادي الأولمبي وبور المية باب شرق. حدائق الشلالات أو حدائق البلدية أو جنان البلدية كانت ممتدة إلى مستشفى الميري، يعني إلى شارع المتحف الروماني، ولكن طبعا مع مرور السنين والوقت تم استقطاع أجزاء منها للمنافع العامة. وأيضا يوجد في حدائق البلدية القديمة أو حدائق الشلالات أثر مهم جدا، هو سهريج مياه يعرف باسم سهريج ابن النبيه، تقاطع شارع نوح أفندي مع شارع السلطان حسين في الأزاريطة بجوار بنك السي اي بي ومستشفى أندلسية. سهريج مياه أثري. ده بقايا أسوار اسكندرية والأبراج في استاد اسكندرية أو ملعب البلدية. ده بقايا السور والأبراج، والسور الأحمر ده بالأبيض ده سور استاد اسكندرية أهو. بقايا سور اسكندرية القديم، اسكندرية العربي القديم جوه الاستاد، جوه ملعب البلدية أو ملعب استاد اسكندرية. ده شارع لويس لموبا أو شارع بلجيك. ما بين أسوار اسكندرية القديمة واستاد اسكندرية وجنان الشلالات في المكان ده يوجد مقام سيدي محمد الزهري بجوار استاد اسكندرية، ظاهر هو مقام سيدي محمد الزهري. في نهاية جولتنا يا رب تكونوا توفنا في إيصال ولو معلومة واحدة صحيحة، يا رب تكونوا اتبسطتم، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو.